هبتدي من عقله وافضل ماشي 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 لحد ما اخلص الكيميكال بروكس ميثود اللي هي اخر حاجه في الميد تيرم، اللي هي اخر حاجه في الميد تيرم. تمام؟ لو جت في الدرجه لو سمحت. ونشرح بالظبط من عند الاريثروبيوزيس مركزين، وهفضل ماشي 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 لحد ما نخلص لحد ما في الميد تيرم. هم دول الحاجات اللي الطالب هيبقى صعب عليهم، فحتى اليوم الاول وان شاء الله باذن الله هنتفق في اخر المحاضره على ميعاد تاني نشرح فيه الحاجات اللي بتتعمل. اوكي؟ اتفضل يا دكتور عايز اسال. قبل ما ابتدي طبعا احب اشكر اللي علمني، طبعا دايما احب اقول الحق لاصحابه. اول واحد علمني الدكتور عمران، كنت في سنكم وقاعد مكانكم وهو اللي مكاني هنا، وان شاء الله بعد 10 سنين ان شاء الله حد فيكم يقف مكاني هنا ان شاء الله، يمكن حد يفتكرني. فايه زي ما شكرت الاكبر مني بشكر الدكتور عمران، بشكر الدكتور هاني جمال ان شاء الله تاخده مع الترم الجاي، والدكتور هاني السباعي، دول الناس اللي علموني. هشرح النهارده الريجوليشن اوف بادي اور بادي. صفحه كام؟ ايوه هي دي صفحه 31 البدايه. انا عشان انظم جسمي، انا محتاج تو ريجوليشن، او تو ميكانيزم. اول ميكانيزم سلو ريجوليشن، سلو يعني بطيئه. تاني ميكانيزم رابيد، يعني انت اي حاجه بتحصل لك في حياتك انت بترد عليها، بيحصل لك ادابتيشن ليها بشكل سلو وبشكل ايه؟ رابيد. اي ستيمولس، اي محفز، اي حاجه حصلت في حياتك في دو ميكانيزم فقط، في دو ميكانيزم بيحصل لك سلو ورابيد. يعني عملت حادثه في الشارع بشكل رابيد، اول حاجه تاخد بالك منها فلوسي موبايلي، عشان اول حاجه خلي بالك اول ما هتعمل نفسها هتتسرق. الناس اللي بتتلم حواليك دي اول حاجه هتعملها هي تسرقك، فانت تاخد بالك من الحاجات دي كلها في جيبك. تاني حاجه ودوني على المستشفى ونبتدي نتحرك نشوف مين اللي خبطني، نبتدي نعمل نقطه محور في الاسم. فاي ستيمولس في حياتنا هيتم عن طريق سلو ريجوليشن ورابيد ريجوليشن. السلو ريجوليشن مهاد دوت مسؤوليه الهرمونات. يعني ايه تطلب هرمونات؟ الهرمونات دي مواد كيماويه، كيميكال سبستنس، بتطلع من الاندوكراين جلانس، اللي هي الغدد الصماء، ودي مش هنشرحها في 1 هنرجع تاني نشرحها في 2 بالتفصيل، مدى 2 كله عن الهرمونات. مش مسار كلام عندنا دلوقتي، اتفضل. طيب المفروض اعرفه بس عن الهرمونات ان هي اكت سلولي ولا اكت رابيدلي عشان الاكس كيو؟ اكت سلولي، تمام. الاكت رابيدلي بقى هو دوت موضوع حلقه اليوم، هو النيرفس ريجوليشن. النيرفس ريجوليشن يا ولاد هو دوت اول حاجه رد الفعل لجسمك. أول حاجة بتعمل رد الفعل هي النيرفس سيستم. تشريحيا بتكون من حاجتين، كبار. سنترال نيرفس سيستم اند بريفرال نيرفس سيستم. يعني لو هنتكلم عن نيرفس سيستم اناتوميكال هنقول ان هو بيتكون من حاجتين، ايه وايه؟ سنترال نيرفس سيستم وايه؟ وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم يا دكتور هو ايه؟ كده وانت مغمض
اي حاجه ربنا غطاها ببوق كفتي، اي حاجه ربنا غطاها بتجويف عصبي، تبقى حاجه مهمه ولا مش مهمه؟ حاجه مهمه جدا. يبقى السيمبل نيرفس سيستم هو موجود دايما هو تجويف عصبي سكالا واني برين فيرتيبري جواي سباينال كورد. يبقى اي حاجه موجوده في البرين والسباينال كورد ده يعتبر بمثابه سنترال نيرفس سيستم. طيب مين هم اللي موجودين في التجويف العصبي ده يا دكتور؟ واحد البرين، عندك في الكتاب مقسمها لك سب ديفيجن، هو احنا الطبيعي يكون برين وسباينال كورد وخلاص، بس احنا عندنا في الكتاب مفصلين اكتر وقايلين واحد البرين، اثنين الميد ايه؟ اخر صفحه تحت، ها؟ صح كده البرين ستيم، فالتالت حاجه ايه؟ سيريبلوم المخيف. يبقى دول الثلاث حاجات اللي طالعين من البرين. ومعاهم السباينال كورد رقم كام؟ اربعه. تمام. يبقى الاربع حاجات دول سنترال نيرفس سيستم ولا بريفرال نيرفس سيستم؟ سنترال نيرفس سيستم، اوعى تنسى، اوعى تنسى ده سنترال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم ليه بالتمويل كده؟ عشان ممكن تيجي ام سي كيو يقول لك اول سنترال نيرفس سيستم اكسبت، كلهم سنترال نيرفس سيستم معانا، ويجيب لك واحده من السنترال ويقول وانت اتعلم عليه. دي الطريقه اللي ممكن تيجي في الام سي كيو. يمكن انا بقول لحد دلوقتي ام سي كيو ترو اور فولس، مفيش اسئله نظري جت في سنوات سابقه على مدار 10 سنين شغال فيهم هنا في الجامعه عن الحته دي. واضح؟ تمام. طيب الحاجات المهمه جدا وانت بتذاكر تبقى مركز عارف ده نظري ده ام سي كيو، ده نظري ده ام سي كيو، عشان طريقه مذاكره الام سي كيو تختلف عن طريقه النظري. طيب وبعدين عايز تقول ايه كمان يا دكتور؟ عايز اقول في طبعا كلام جوه حالا بقوله انا بس بشرح، بعمل الشطره الاولانيه وبعد كده هرجع اشرح تاني نفس الكلام على الكتاب، بس امشي معايا كده بتسلسل الكتاب وبعد كده هنرجع تاني على الكتاب ونشرح منه كلمه كده. يبقى دول الاربع حاجات دول السنترال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم. طيب البريفرال نيرفس بقى، البريفرال نيرفس او البريفرال نيرفس سيستم هو مين؟ هو بيتكون من كرينيال نيرفس اند سباينال نيرف. يبقى البريفرال نيرفس سيستم بيتكون من كرينيال نيرف، كرينيال نيرفس طبعا من كرينيال من الجمجمه، وسباينال نيرف طبعا من السباينال كورد، طبعا من السباينال كورد. الكرينيال نيرف يا اولاد كم واحد؟ 12 واحد. الكرينيال نيرف 12 واحد. حد قاعد بيقول لي يا دكتور انا هحفظ ال 12؟ لا يا حبيبي ما تحفظهمش، هما كده او كده هيتحفظوا. زي بعد كده لما اسالك انت اسمك ايه؟ اسمك انت ما حفظتوش، اسمك اتفضل في الذاكره خلاص، فانت مع الوقت هتحفظه ما تقلقش منه. وكم واحد سباينال؟ 31. 31 بير اوف سباينال كورد. انا بس عايزك تعلم على، انا بس عايزك تعلم على اربعه كرينيال نيرف. أنا بس عايزك تعلم على أربعة كرينيال نيرف اللي هما مين؟ واحد أوكيولو ووتر علم عليه، علم عليه يا حبيبي، ما تتكلمش مع اللي جنبك. أوكيولو ووتر. اتنين علم على الفيشيال، علم على الفيشيال نيرف. تلاتة علم على الجلوسوفارينجيال نيرف. أربعة علم على الفيجاس، علم على الفيجاس، علم على الفيجاس نيرف. علمني على الأربعة نيرف دول بس الكريمي. ها؟ الكلام واضح ولا مش
واضح. تمام. السبينال نيرف كان يعلم على ايه؟ كان يعلم على العصب الثالث اللي هو الاوكيو موتور نيرف، هنعلم على العصب السابع اللي هو الفيشيال نيرف، علم على العصب التاسع اللي هو النصو فارينجيال نيرف، علم على العصب العاشر اللي هو الفيجاس اي نيرف. هم دول بس انا عايزك تحفظ اساميهم، غير كده مش عايزك تحفظ حاجه. تمام. دول ال 11 دول كرينيال ولا سباينال؟ كرينيال، عشان في الام سي كيو لو قال لك اول ار كرينيال نيرف اكسبت، فتبقى عارف فاهمين قصدي؟ طيب نخش على السباينال. متقسمين ازاي السباينال نيرف يا شباب؟ متقسمين على حسب فقرات سعادتك، متقسمين على حسب فقرات سعادتك. يلا يا حبيبي اقلع التيشيرت ما تتكسفش، كلهم اخواتك. عايز تعالى سيرفايكال فيرتيبري، هنا في الفقرات العرقيه في المنطقه دي، بعد كده وراها ثوراسيك فيرتيبري الفقرات الصدريه، بعد كده لامبر فيرتيبري القطنيه، بعد كده ساكرال فيرتيبري العكازية، بعد كده العصعص الكرسك. ما تقلقش مش هيبقى ها؟ اتفضل. واضح يا جماعة؟ ده التقسيم بتاعهم. كل فيرتيبري بيطلع منها نيرف أو بير أوف نيرف. اللي يطلع من السرفايكال أسميه إيه؟ سرفايكال نيرفز. اللي يطلع من الثوراسيك أسميه إيه؟ اللي يطلع من الصخرة أسميه إيه؟ اللي يطلع من اللمبر أسميه إيه؟ لمبر نيرف. يا خالد العيش. فاهمين يا ولاد؟ كان واضح لحد دلوقتي؟ حلو أوي. التقسيم ده تقسيم اناتومي ولا فيسيولوجي؟ اناتومي كان. تمام؟ يعني احنا لحد دلوقتي ما دخلناش في الفيسيولوجي. بتوع الفيسيولوجي اتضايقوا وزعلوا قالوا لا هو نرفس سيستم حكر عليكم يا بتوع الجثث. لا احنا ليه نقطه نظرنا؟ احنا هنقسم النيرفات اكوردنج تو ذا فانكشن. فبتوع الفيسيولوجي قالوا احنا هنقسم البريفرال نيرفز لحاجتين، سنسوري وموتور. سنسوري وموتور. فالفيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي مكتوب عندك تقريبا في الكتاب من فوق شويه متقسمه لسنسوري. سنسوري يعني بياخد الايه؟ بياخد الاشارات يوديها فين؟ للبرين ده السنسوري نيرف، بينما الموتور بيرجع الاشارات من البرين على الاورجن، بيرجع جايين والله هنخش في الحاجه اللي معايا. بيرجع الاشارات من البرين للايه؟ للاورجن. السنسوري حسي، احس سخنه. عشان ركز معايا، سيبك من الموبايل يا جميله. اللي بنعمله في الناس بيطلع عليه. لما كنا طبعا في سنك كنا برضه بنعمل نفس الكلام. اهو كما يدين تدان. اوكي. حسيتها سخنه. سخنة يعني ده معناه ان اشارات السخونة اتحركت في نيرف ايه؟ سنسوري. راحت لايه؟ للبرين. البرين حامل الاوامر، قال ان السخونية دي حاجة مش حلوة، حاجة وحشة،
صح؟ راح العصب الموتور اشتغل، راح عمل كده. عمل كده، هو العصب هو اللي عمل كده ولا المصل اللي عمل كده؟ بتوجيه من الموتور يعني السنسوري حس والموتور عمل ردة الفعل عن طريق انه ابتدى ايه؟ يحرك المصل. ابتدى يقول للمصل يقرب، ابعد ايدك عن الخطر، ابعد ايدك عن السخونة. ها؟ واضح الكلام؟ ماشي. برضه نشكر برضه احمد ماهر اللي عمل في باب العبادات. كل واحد لازم يتشكر. عمل لي اي فضل. اوكي؟ طيب. استاذ محمد عايز تقول ايه كمان؟ عايز اقول وحده بناء الجسم هي ايه؟ سلم. طب وحده بناء النيرفس سيستم هي ايه؟ نيرون. اوعى تنسى لما تبقى وحده بناء تبقى ستراكشر يونت ولا فانكشنال يونت؟ ستراكشر يونت. برافو عليكم. اكتب كلام مهم، اكتب ام سي كيو، اكتب كلام مهم، اكتب ام سي كيو. اوكي. بينما الناس الشاطره اللي بتذاكر، الناس الشاطره اللي بتذاكر لو بصت على الام سي كيو اللي موجود، ورا مش كده استراكشر، نكتب اناتوميكال يونتس. ده اناتوميكال عشان بشوف الكلمه دي في الصح ولا غلط. لو قال لك الاناتوميكال يونتس اوف نيرفس سيستم هي هي اللي ايه؟ الاستراكشر يونت. اوعى تنسى استراكشر بناء والاناتومي بناء. تمام؟ بينما الفانكشنال يونت هي هي الفيزيولوجيكال يونت. هي هي الفيزيولوجي هو الفانكشن. الفانكشن يونت هي هي الفيزيولوجيكال يونت. يبقى لازم تفرق ما بين الاناتومي والايه؟ والفيزيولوجي. الاناتومي هو النيرون والفيزيولوجي هو ايه؟ قدام عينينا ريفلكس ايه؟ ريفلكس ارجل المكتوب في الكتاب بس بالطريقه العزازيه انا اخترعت لها اسم صراصير. صراصير. الصراصير السودا دي عارفينها؟ الصراصير السودا. صراصير. اس فور ستيمولس. ستيمولس يعني محفز. يجي على ريسبتور مستقبل يبعت اشارات في نيرف رايح البرين. عارف انت اون سينسري البنت اللي بتضحك ورا؟ افرنت يروح للبرين اللي هو الايه؟ سنتر. سنتر ايه بقى؟ اشارات في نيرف ايه؟ افيرنت اللي هيعمل الايه؟ ريسبونس. هي دي الوحده الوظيفيه، هي دي الوحده الوظيفيه بتاعت، هي دي الوحده الوظيفيه بتاعت الجهاز العصبي. صراصير. روح تكتبها لو الدكتور عمر في الامتحان صراصير. هي اسمها ريفلكس ارك. بس انت خليك عارفها ان هي الصراصير. عشان ما تنساهاش طول حياتك. واضح يا شباب؟ يبقى ده الفانكشنال يونت. يبقى دي اول نقطه او من النقاط اللي انا بستريس عليها عشان الصح والغلط والام سي كيو. الاستراكشر يونت هو، قولوا معايا الاستراكشر يونت هو ايه؟ الفانكشنال يونت هو ايه؟ صراصير او ريفليكس ارك. برافو عليكم. تمام؟ حلو قوي الكلام.